بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله وندموتشي توتشي إن شاء الله تعالى يزاري ورأسي من دنو إن الدين عند الله الإسلام. الله سبحانه وتعالى قا يتمرد عيمانوت دين الإسلام نو دين الإسلام شكت أيدلم كسوك يمي الشمت أيدلم دين الإسلام. الله سبحانه وتعالى ورديت لكم الإسلام دينا سلمنا هيمانوتن ورجلا تشوالهن سلمنا هيمانوتن مرجلا تشواله بلو يمرت لنا هيمانوتن. سلذي إيان داندو مسلم سلا هيمانوتو ما وقال لبت هيمانوتو ከእስትንፋሱም በላይ ከገንዘቡም በላይ ከህይወቱም በላይ እንደሆነ ማወቅ አለበት። ሃይማኖታችንን ካላወቅን ጋዜጠኞች፣ አክቲቪስቶች እንደፈለጋቸው ይጎትቱናል። ለዲናችን ዋጋ እንድንሰጥ አይፈቅዱልንም። እኛ ደግሞ ዲናችን ከሀገርም በላይ ዲናችን ከዘርም በላይ ዲናችን ከቋንቋችንም በላይ። ብዙ ወንድሞቻችን የተበሉት ዲናቸውን ባለማወቃቸው የሚሞቱለትን ዓላማ ባለማወቃቸው። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ورديت لكم الاسلام دينا حيمانوتن اسلمنان ودجلاچوالو ان الدين عند الله الاسلام يا لو الله جاي تودد حيمانوت اسلمنا حيمانوت نو اسلمنا حيمانوت مالت دمو لا اله الا الله نو شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط اسم لا اله الا الله نو لا اله الا الله دمو ركنال النفي والإثبات لا إله أملاك اللم إلا الله مسلم يجورا أمنتي سابيكو كبير أمنتي سأكغارتي قرتي بيكو كبير أمنتي سيجورا لبو سرى دبرسو كبير أمنتين لبو كيتر رتيشين كالي داسي رتيشورا أمة إسلام برتيشورا مالفي ان الدين عند الله الاسلام امنتي جچون امنتي اسلاماتي ورديت لكم الاسلام دينا انمو اسلاما كنايچودا اسيني فيلتنجرا امنتي فيلتما ربي برتجال تما كدايچودا جچودا امنتي اسلامادا اجدمتي كنافو بليينغيا نتوچو وندموچي وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بايات الله فان الله سريع الحساب يا ربي لذين من الله يهودا ونصاراوج نبي عليه الصلاه والسلام مرجعون كمطلعوا بوالا ان نقبلهم انبياء الله دمو مناله ومن يكفر بايات الله بالله ناقصوش يكفر سو فإن الله سريع الحساب أيازو يبرد ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين اسلمنا هيمانوت عالك أبلم بلولي لهيمانوت يفلق سو الله سبحانه وتعالى هيك أبلم يفلق هيمانوت سو አያዙ ደሞ በጣም ፈጣን ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አመንቲ ጌቲ ዲስቴት የቹዳ አቲ ሲያሳ ቢልሱማ ዱቱ ታቲ የቹዳ አቲ የቹዳ ካፍራ እምነትን ጥለክ ለፖለቲካ ለባንዲራ የምትሞት ከሆነ አንተ ምንድነህ خلاص ዋጋቢስ لا اله الا الله ما وقع لك
ስለ ቁርአን የተናገሩ ሰዎች ሁሉ የሃይማኖት መሪዎች እንዳይመስሉ። ብዙ አክቲቪስቶች አሉ፣ በተለይ ኸዋኖች ኡስታዞቻቸውም አክቲቪስቶቻቸውም አንድ ናቸው፣ አታላዮች ናቸው። ናስር አብዱ ጃኒኒ ወጁዳ ኡመታ ወሎ ዱኡሳኒት የቹዳ ቀነኒ ሳከን ኢፋ ጎድ የቹዳ ሶሻል ሚዲያ ረብሄ ቹዳ ኡመተ ኦሮሞ ሸንተም ሀድኡ ሀድኡ ጁሃር ሂደሙ ዱኡራ ጀዴቲ ከን ኡመተ እስላም አረቲ ሙርቴ ሴኮን የቹዳ ሱረቱል መሰድ የቹዳ ተፍሲረ ጎዳ የቹ ተፍሲር እያደረገ ይሁት። ሱረቱል መሰድ የሚናገረው እሱኑ የያዘውን አይዲዮሎጂ የሚወቅስ የእሱን ተግባር የሚወቅስ ወላኪን እሱ ምን ይላል? ስለ አቡለሃብ ያወራል። አቡለሃብ በዘመናችን እሱ ነው የሆነብን። አቡለሃብ በዘመናችን የሆነብን እሱ ነው። ለስልጣን ለዘር ሃይማኖትን የሚሸጥ ከወያኔ ጋር ቆሞ ሙስሊሙን ኡመት የወሎ ማህበረሰብ እንዲሞት ምክንያት የሆኑ እነዚህ ሚኒሶታ ላይ የተሰበሰቡ ዱርዬዎች ማለት ዱርዬ ናቸው። يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون الى الله سبحانه وتعالى نانت يامناچو سوچو الله انفرو الله انفرو يميگباون ياكل الله سبحانه وتعالى انفرو ولا تموتن الا وانتم مسلمون مسلم هوناچو انج اندات موتو الى الله سبحانه وتعالى مسلم هونا انج اندات موتو يتبالك انديت انت كفرن يزت موتال لپوليتيكا بلك لقوانقوا بلك እንዴት አንተ ኩፍርና ዝለት ሞርታል ትሞታለህ ወዳጂ? ጀግና ብሎ ማለት እኮ ሊከሊመት አንተኩና ላኢላሀ ኢላላህ ኢልዑልያ መሞታል። እኛ እኮ ዲናችን እኮ ከስንፋሳችን በላይ ነው፣ ከቤተሰቦቻችን በላይ ነው። ምንድነው ያ ካልሆነ እኮ ከነፍሳችን ከዲናችንን ካላስበለጥን ከሀብታችን ከምቾታችን ካላስበለጥን እኮ አላመንም። وصى بها ابراهيم بني ابراهيم لجوچو ادرا يالو مند ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين الله سبحانه وتعالى يعقوب ان لجوچون يمكراچو الله يمرطالاچو دين الاسلام نو ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون مسلم هوناچو مند مسلم هوناچو انج اندات موتو يا ادرا نو ابراهيم عليه السلام انت يملكتم انت يملكتشم አመንቲ እስላማ የቹዳ ወሲያ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ሊበኒ ጁልሳት የቹዳ አደራ ከጀለ የቹዳ አቲ አደራ ከጀት የቹዳ አደራ አዳ ኦሮሞ ከኒ ራፈኒ አዳ አደራ ኦሮሞማ ከቲ አካ ሄኒ ራፈኒ እኖ አንተኮ አደራ ማለት ያለብህ የዲንህን ጉዳይ የእስልምናን ጉዳይ እንጂ የቋንቋ ጉዳይ የፖለቲካ ጉዳይ ሊያሳስብህና ልትሞትለት አይገባም። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ወረዲቱ ለኩም ልእስላም ዲና ነቢይ መሐመድ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም 23 ዓመት ሙሉ በዚች ምድር ላይ ቆይተዋል። 13 ዓመት ሙሉ ተውሂድን ያስተማሩ፣ አንድ ቀን ስለ ዘራቸው፣ አንድ ቀን ስለ ቋንቋቸው፣ አንድ ቀን የሌላን ዘር እንኳን የሚነኩ ሰዎችን ሲወቅሱና ሲቆጡ ሰው እኩል ነው ሲሉ ዛሬ ላይ ያሉ የፖለቲካ ኡስታዞች ጋዜጠኞች የሚሰብኩት ብሔርን ከብሔር የሚያጋጭ ብሔርን ከብሔር ቋንቋን ከቋንቋ የሚያጋጭ ነው። ይህን እያደረጉ እያለ የሚከተላቸው አዋም አለ፣ ኸልቅ አለ። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ዲን ልእስላምን ወድጃለሁ ሲል ደግሞ لابد ان نتحاكم الى 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 شرعيه الله سبحانه وتعالى بشريعه مدانيتم قدلنا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون شريعه سمطا دنغاغ يميزونو متتدادربت حقنا سرعات يزون يعني حقنا سرعات مدانيت علب انت كذا وتك انت كذا وتك كشريعه وتك تدانيك ادغان تكفرال ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون كافروا شنو متونه
ለምን ከዟሊሞች ትሆናለህ? ለምን ከሙናፊቆች ትሆናለህ? ለምን ከፋሲቆች ትሆናለህ? ላቡድ አንተ ተሐከመ ኢላ ሸርዕየት ላሂ ሱብሓነሁ ወተዓላ አለዚ አንዘለሁ ዓላ ሙሐመድን ሰለላሁ ዓለይሂ ወአሊሂ ወሰለም። በሸሪአ ሙሐመድ ነው መዳኘት ያለብህ። ወለው ኩንተ ፊ ቢላድ ልኩፍር አንተ ተሐከመ ፊ በይትከ ወአህሊከ ወዓሺረትከ። ካፊር ሀገር እንኳን ብትሆን እቤትህ ላይ ሸሪአውን መዳኘት አለብህ። በሸሪአ በልጆች ላይ ይህንን ሑክም ማውረድ አለብህ። ተርቢየተል ኢስላም ማድረግ ያለብህ ይህንን እንጂ ዝም ብለህ ዲሞክራሲ ዲሞክራሲ፣ ነፃነት ነፃነት እያልክ እስልምና ልትከልሰው አይገባም። አሁን እያየን ያለ ነው ይሄን ቢልሱማ ተብሎ ነፃነት ተብሎ ሙስሊም ኡመት ያለቀበትን ታይም ነው ያየን። ማናቸው ይህንን የሚሰብኩት? ኡስታዝ ጃመኒ ዲቹላ ሚኒሶታ ራታአኒ ኡመተ ወሎ ኡመተ ኦሮሞ አጀሲሰን ኡመተ ወሎ ፍቺ ሲሰን የወሎን ህዝብ አስጨረሱት። አባኦ ጀዳኒት የቹዳ ቢልሱማ ጀአኒት የቹዳ ቢልሱማ ከናን ቤሉ ነው የቹ ነው ቢልሱማን ቀሙ የቹዳ ነው ሄ ገርቦታ ገርቦታ ረቢት የቹዳ ነው። እኛ የአላህ ባሮች ነን። እኛ ዲሞክራሲ የሚባል ነገር የኩፍር የኩፍር ህግ እኛን አይወክለንም። የኩፍር ህግ እኮ የሚያዘው ሚስትክ እንድትባልግ፣ ልጅህ እንድትባልግ፣ ራቁቷ እንድትሄድ፣ ገብረ ሰዶም ይሄ ወንድና ወንድ የሚጋባው ልዋጥ የሚደራረጉት የተለያየ ሚስትክ ከአንተ ሌላ ሄዳ የፈለገችው ወንድ እንድታባለግ፣ ልጅ ድቃላ ወልዳ እንድትመጣ፣ በቃ ህይወት የእንስሳ ህይወትን እንድንኖር የሚያዘን ህግና ስርዓት ነው። የአሜሪካ የሚሆን የኢትዮጵያ ሆን አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ አውጀበ ዓለይና አን ነተሓከመ ኢላ ሸርዕየት ላሂ ስብሓነሁ ወተዓላ አለዚ አንዘለሁ ዓላ ሙሐመድን ሰለላሁ ዓለይሂ ወአሊሂ ወሰለም። በዚህ ሸሪዓ እንድንዳኝ ነው አላህ ያዘዘ። ነቢዩ ላይ ባወረደው ቁርአንና ሐዲስ እንድንዳኝ ያዞና በመካከላችን ችግር ከተፈጠረ ሳ ደግሞ ወይን ተናዛዕቱም ፊ ሸይን ፈሩዱሁ ኢለላሂ ወረሱል ኢን ኩንቱም ቱእሚኑና ቢላህ ወልየውም ልአኽር ዛሊከ ኸይሩ ወአሕሰኑ ተእዊላ። በመካከላቸው አለመግባባት ከተፈጠረ ሳ ወደ ቁርአንና ወደ ሐዲስ ተመለሱ። ቁርአንና ሐዲስ ያስማማችሁ ወሊላሂ ልሐምድ ሙስሊሞች ልን ሐቅ ፈላጊዎች አልሐቁ ዱዓለቱ ልሙእሚኒን ይላል። ፈመን ወጀደ አኸዘ ፊ አይ መካን ሐቅ የሙእሚኖች የጠፋች እንስሳ ናት ይላል። ባገኘባት ቦታ ሐቅን ካገኘ ያዝ። አንተ ከሐቅ ጋር ነህ እንጂ ሐቅ ፈላጊ ነህ። ከማንም ይምጣ ከማን ኢን ኩንቱም ቱእሚኑና ቢላህ በአላህና መጨረሻው የምታምኑ ከሆነ በአላህና መጨረሻው ቀን የምታምኑ ከሆነ ዛሊከ ኸይሩ ወአሕሰኑ ተእዊላ ይሄ ትክክለኛው መመለሻችሁ ነው። ለቀድ ካነ ለኩም ፊ ረሱሊላሂ ኡስወቱን ሐሰና ሊመን ካነ የርጁ ላሁ ወልየውሚል አኺር ወዘከረ ላሁ ከሲራ። ኢብራሂምን ዓለይሂ ሰላም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ለቀድ ካነ ለኩም ፊ ረሱሊላህ መልእክተኛውን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይቅርታ ሞዴል አድርጎላቸዋል። ሞዴላችን እሳቸው ናቸው። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም የቀቢላን የጎሳን ተሐኩም ጥለው በሸሪዓ ነው የተዳኙት። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያስቀደሙት ተውሒድን። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከሰው መብት በላይ መጀመሪያ ያስቀደሙት የአላህን መብት ነው። ወቀዷ ረቡከ አላ ተዕቡዱ ኢላ እያህ ወማ ኸለቅቱል ጅነ ወልኢንሰ ኢላ ሊየዕቡዱን። ይሄ የነቢዩ አሻዒር ይሄ ነው። ዛሬ ሰዎች በቃ ስለ ፖለቲካ የሚያወሩ ሰዎችን ነው የሚሰሙት። ስለ ዲን የሚሰብኩ ሰዎችን አይሰሙም። ስለ ጎሳ፣ ስለ ባንዲራ የሚያወሩ ሰዎች ይሰማሉ። ስለ ዲን ኑ ቶሎ ወደ ዲን ኑ ቶሎ ወደ አቂዳ ወደ ተውሒድ ኑ ቶሎ ሲባሉ ላ አይሰሙም። የተፈጠርክለት ዓላማ እኮ አንተ የአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ባሪያ ሆነህ እንጂ እንድትሞት የተፈቀደልህ ለፖለቲካ ለባንዲራ ለፓርቲ እንድትሞት ለጎሳ እንድትሞት አይደለም። ፍጹም
ولا تموتن الا وانتم مسلمون اي مستسلمين لامر الله لله سبحانه وتعالى تزاز اجي سبت لا اله الا الله كلكلاتكم للسر ما نتكلكلوا لا اله الا الله يعززاتكم للسر نبي عليه الصلاه والسلام يعززواكم للتكبر نبي عليه الصلاه والسلام يكلكلواكم للتكلكلوا اينو لقد كان لكم في رسول الله اسوه موديلاتكم الساتو ناتو نبي عليه الصلاه والسلام اذا امرتكم شيئا فاتوا واذا نهيتكم فانتهوا لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا الله سبحانه وتعالى الله ما فلقى سو الله بس بملكام نجر مغنانيت يفلقى سو مجرشاو قال لا مدست يفلقى سو نبيون يكتل وذكر الله كثيرا فزي قد ابو زو نجر اوسط على الله سبحانه ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فاتبعوني كما قال سبحانه وتعالى تكتلين يحببكم الله الله اللي وداجو كبلغاجو دين الاسلام كسوق يمغذاو شقط ايدلم دين الاسلام سيبردنا سيموق يمتلو سو لبس ايدلم سيقوش يمتاولقو سيتاطب يمتلبسو ايدلم دين الاسلام مستلا يالن قشهم تدستهم تكفتهم ظنن يوم ساعات اسلم الناس سيكفهم الحمد لله مسلم ستدستهم الحمد لله مسلم ستنورهم الحمد لله مسلم ستموتهم الحمد لله مسلم على كل حال الله سبحانه وتعالى سنك يا كفهل يا الله ما بتسنك يا مهل يا نبي ما بتسنك يا مهل شريعه ستاس يا مهل انت تككل يا مؤمن كون متدسته كاسلمنا ما بلصدق اسلمنا يبلاي كما هو اسلمنا يبتاش كونه اسلمنا كتدفر كفال لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد أهو بزو مديلو تنادر قول لنا لله سبحانه وتعالى بزو إبراهيم عليه السلام نبي محمد عليه الصلاة والسلام ودى الله مكارب كفلق ودى رشاوك أمدست كفلق انبيب لنقن كزورن سلمنا انت تنقى بنقتن فإن الله هو الغني الحميد الله سبحانه وتعالى كنيا يتنقى مسكوني هنا عملك كنيا من ما يفلد كنيا عباد لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذا قالوا لقومهم إبراهيم عليه السلام إنه هزبوتشاتشو الله لن يام وليل أدرقاتشو انديتن لذوچاچو مندن يالوت ان براء منكم مما تعبدون من دون الله نيا كنانت يطراننا اوچ نيا كنانت يطراننا اوچ مكنياتهم كفرنا ازراچوال مكنياتهم يالا طلاتوچ ناچو ومما تعبدون من دون الله كم تعملكواچوم يطران كفرنا بكم بنانت كدنال وبدا بيننا وبينكم العداوه بمكاكلاچنم طلاتنت تفطروال والبغضاء طلاتچم ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده الله سبحانه وتعالى بتشني عملات تسكم اذا وداجي اذا الهدي الله سبحانه وتعالى يا الله طلاتوچن طلات ادرگ ياز يالا لك اند ابراهيم اباتون طلات ادرگو اند ياز حزبوچون طلات ادرگو يازاچو لمن كفر سلاتشك لمن طاوت سلام الله لكن انت زاري طاوت املاكوچ املاكيوچن وداجي ادرگ ياز ولكن زاري انت بقوانقو متگناياچو سوچ وداجي ادرگ الله يمر سوچ انطلاق الكيسه اين الاسلام يتني هل سراس مفتش ونت انت يتفطر كول بوليتيكا فجوت على موال وندمي انت ببوليتيكا بوشت ورمونك امارانك منامن يالو بزر يكفافلو يمياسجرسون سوت فتشاتو انتكو يا الله طلاتوچ مانم يهون كافر اباتم
እናትም ይሁን ያ አዩ الذين امنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم اولياء بعضهم اولياء ጠላቶች ናቸው። ወለን ተርዳ አንከ ልይሁድ ወለን ነሳራ ሐታ ተተቢዐ ሚለተሁም ተቃራኒ በእኛ ሃይማኖት ተቃራኒ ያለ መጁስም ይሁን ነሳራም ይሁን የሁዳም ይሁን ሙሽሪክም ይሁን ማንም ቀብር አምላክም ይሁን ጠላታቸው ጠላትን ደግሞ እንደ ጠላት አድርገህ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم ያለው እነዛ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ያከፈራቸው እነዚህን ካፊሮች አህለል ኪታቦችን ምን ስለሆነ ስለ ሸርዕየት ልእስላምን ስለጠሉ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይዘውት የመጡትን ሸሪዓ ስለጠሉ ነው። አንተም ዛሬ የነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሸሪዓን ጠልተቅ ፖለቲካን የምትወድ ከሆነ ጊዜህን ለፖለቲካ ሰተክ ሃይማኖትን ለባንዲራ ሰተክ ከሸጥከው አንተም የቁርአን አናቀጾች መውረዳቸውን ጠልተሃል፣ ካፊር ነው የምትሆኑ ማለት ነው። ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم إلى الله سبحانه وتعالى الذي سوّج اتبعوا ما أسخط الله الله إن يسقط أنا قرب مكة تلاتشو وكرهوا طروا رضوانه يا الله ودي تتلو فأحبط أعمالهم الله سبحانه وتعالى سراتشون أدب أبتشو أنتوين ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يا الله سبحانه وتعالى كسوتش قالوا انداد ادرغو يميزوا قالوا بيتين ادرغو يميزوا قالوا من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله او يودوا الله ان اندم يود يودالو بوليتيكان يودالو باندران يودالو يتلاي نغير يودالو ياتوا لمن يحبونهم كحب الله لك الله ان اندم يودوا አንተ እኮ ያላህ ወዳጆች ነው መውደድ ያለብህ። ያላህን ጥላቶች ጥላት አድርገህ ነው መያዝ ያለብህ። ወል ኢን ካና አባኡኩም አለ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አባቶቻቸው ቁል ብለህ በላቸው መሐመድ ኢን ካና አባኡኩም አባቶቻቸው አለ ወአብናኡኩም ልጆቻቸው አለ ወኢኽዋኑኩም ወንድሞቻቸው ወአዝዋጁኩም ሚስቶቻቸው ወአሽራቱኩም ዘመዶቻቸው ወአምዋሉኩም ኢቅተረፍቱሙሃ ያሰበሰባችሁት ገንዘብ ወቲጃረቱን ተኽሸውነሃ ያ ንግዳችሁ ይጠፋብናል ብላችሁ የምትፈሩት ንግድ ከሳደሃ ያ እንዳይወድምባችሁ እንዳይከስርባችሁ የምትፈሩት ንግድ ወመሳኪነን ተርደውነሃ የምትወዱት ቤት ቤቱን የሚወደ የሚጠላ የለም አለ ስንት መከራይቱ ነው የገነባው ንግዱ እንዲፈርስበት የሚፈልግ የለም ልጆቹን ይወዳል ቤተሰቦቹን ይወዳል ማንም ሰው احب اليكم من الله ورسوله ايه الدنيا كالله انك ملكتنياو يبلط ان انت غا توداش كهونا وجهاد في سبيل الله بالله من قال لك متاغل فتربصوا حتى ياتي بامر الله طب الله سبحانه وتعالى تزاز مستقبل وداج አንተ ስልጣንም ከዲን አልእስላም ካስበለጥ ከልጆች ከሚስቶች ከንግድ ከተለያየ ዱንያው ካስበለጥ ዲን አልእስላምን አንተ በዱንያ ጥቅም ከለወጥከው በባንዲራ ከለወጥከው ተተረበስ እዲ ረቢና ከስይደ ተበለስ አመንቲ ከቲ ዱኢ አመንቲ ከቲ ፈልመዱ አመንቲ ከቲ ቢሊሶምሲ ቢሊሱማ አመንቲ ረትየቹዳ ደርገጉማ ኬቲ ሰሙ ኬቲ ማለቀ ኬቲ ቡሲ አመንቲ በርሲሲ ዲንን አስተም ዋጋ ክፈለ ዲንን ለሃይማኖት ወዳጅ ለእስልምና ዋጋ ክፈለ እንዴት የሰው ልጅ ቋንቋ ነጻ ለማውጣት እንዴት የሰው ልጅ ፖለቲካ ነጻ ለማውጣት እንዴት የሰው ልጅ ሙስሊም የሆነ ሰው ዋጋን ይከፍላል ገንዘቡን ይመጣል እንዴት ጊዜውን ያቀጥላል እንዴት ለፖለቲካ ለቆሻሻ ለዱንያ ጥቅ አደ ወደ ራሳችን ተመለሱ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ቁል ኢን ካነ آباؤكم وأبناؤكم وعشيرتكم يا لا الله يتناغر وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموالكم اقترفتموها كقطر بهالا أحب إليكم من الله ورسوله أحب توداجكم إليكم النانتق من الله كالله النا ورسوله كملكتنيا ويبلت
አይ ምን ዲን አልኢስላም ወሱና አህበ ኢለይኩም ወጂሃዱ ፊ ሰቢልላህ ፈተረበሱ ኤጋ ተተባበቅ ሐታ ያቲ አምሩላህ ሐታ ያቲ ዐዛቡላህ ኢቃቡላህ سيعاقبك اذا قدمت حب الله وحب رسول الله وجهاد في سبيل الله دنيا معونه الدنيا سيعاقبك رب العالمين انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه من اهل قال لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اخرجها البخاري ومسلم شوف تحب رسول الله بالصدق لو يذود الله من زمان ماشي لا لا ده لو يذود الله النبي صلى الله عليه وسلم النبي يعمل له دين تمام انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه قال لا يؤمن احدكم لا يكون ايمانا كاملا حتى اكون احب اليه من ولدي ولدي مسعود ولدي زكيه بنتي زكيه يعني احب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولدي مسعود وبنتي زكيه كنس يبلط دين من رسول مولد ከነሱ የበለጠ ዲን አልኢስላም መውደድ አለብኝ ከነሱ የበለጠ ነብዩ መውደድ አለብኝ ያ ካልሆነ والده ከናትና ከአባት በላይ والناس اجمعين ከሁሉም ሰዎች ስማና እስኪ ራስን ፈትሽ ወንድም አንተ ጋር ተወዳጅ ምንድነው እስኪ አሁን البخاري እና مسلم ይላሉ ولهما عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه من كنا فيه وجد حلاوه الايمان الى ሶስት ነገር ውስጥ ላይ ካለች የኢማንን ጥፍጥና አገኝቷል አላሉ ኢማንን ጥፍጥና አገኝቷል ኢማን ገብቶታል ማለት አልኢማኑ አን ይኩን አላሁ ወረሱሉሁ አህበ ኢለይሂ ሚማ ሲዋሁ አላህ እና መልእክተኛው እሱ ጋር ከምንም በላይ ተወዳጅ ነው ከገንዘቡ ከሀብቱ ከነፍሱ ከሁሉ وان يحب المرء لا يحبه الا لله ان السو ستودوا لله بلا وددوا من سلوانا سني سلو من سلوانا مسلم سلو من سلوانا اللهن سلتاز وان يكره ان يعود في الكفر بعد اذ انقذه الله منه كما يكره ان يقذف في النار عند سو مطلات علبتا ወደ ኩፍር መጣላ መጣ መመለስን መጥላት አለበት አንድ ሰው ወደ ሰዓት መጣልን እንደሚፈራውና እንደሚጠላው ያክል ወደ ኩፍር መመለስን አን ካመነ በኋላ ወደ ኩፍር መመለስን ሊጠላ ይገባል በህይወቱ ሰዓት ውስጥ መጣልን እንደሚፈራ ያክል እኛ ግን ኩፍር ላይ ይገባል ይሄን حلاوه الايمان هي ايمان طفتنا مناገኘው እነዚህ ሶስት ነገሮች ውስጣችን ካሉ الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما الله እና መልእክተኛው ከምንም በላይ ዋጋ ሊኖራቸው ግድ ነው አንድ ሰው ስትወደው ለአላህ سبحانه وتعالى ብለ መውደድ አለብ አንድ ሰው ስትጠላው ደግሞ ለአላህ ብለ መጥላት አለብ አላህን ካስቀየመ ተጠላዋለህ አላህን ካስደሰተ ያላህ ታዘዘው ነው አንድ ሰው ደግሞ ወደ ኩፍር መመለስን በህይወቱ እሳት ውስጥ እንደመጣል ያክል አይቶ መጥላት አለ የኢማን ጥፍጥና የምታገኘው እነዚህ ሶስት ነገሮች ካሉ ውስጥ ላይ ሲ አንዱን ነውሰድና ኩፍር መጨረሻው ነው ምን ያክል ነው ኩፍር ኩፍር መጥላት ማለት እኮ ከኩፋሮች ጋር ያለህን علاقة ራሱ በጣም ልትጠየፈው በጣም ልትጠላው ግድ ኩፍር ኩፍር ማለት እኮ አላህ ላይ የካደ እንዴት ከካፊር ጋር አንተ ወላይነት ይኖርህ እንዴት ካላህ ጥላቶች ጋር ወላይነት ይኖርህ
لا تتخذوا عدوي وعدوكم وعدوكم أولياء. ابن عباس يما جرش حديثات من إلى له رضي الله عنهما قال من أحب في الله لا الله بلو يودد سوال وأبغض في الله لا الله بلو يتألى سوال ووالى في الله لا الله بلو ودا جاز سوال وعاد في الله لا الله بلو طلعت هدر قواز سوال فإنما تنالوا ولاية الله بذلك بزيس راو يا الله ودا جنة يا دنيا. الله حديث بطعم كبار والله صوصت محادثوش بطعم وزينات يهنن يو حديث لغمو يالن بطن تجباتون يدا قوش عدرقا اسكي لا الله بلا يتألى وصال لا الله بلا مطلاتكو من دلنم يا الله انطلاتوش لا الله بلا تلاتشو كينو ليلا نقرقو إلا عند سو مطفو نقر كسرى مكرهم بكالة تدالو على الله بلا لمن يا الله تلاتسلون أباتهم يوم دمم ايه نقر بحياتك من تعتلم ووالا في الله زاري سووش لا الله بلا يوارد دالو لا دنيا لا تكم زاري وشاتي لا تكم بلا تكم كسطي ودوان تكم ما يسسوا يوتو وعاد في الله لا الله بلا طلعت هدرقو الله ان طلعت وشي يزال مسالي عند السو طلعت هدرقو لمن يا الله طلعت سلوه لا طلعت هدرقو فإنما تنال ولاية الله سبحانه وتعالى هين كادر ركي الله ودا جنة أنت الله ودا جنة نتاقين جنة يسوى ودا جنة بتكم لا يتمسرط لي ونشاء نقر قل ودا جنة أنت لما جرى شوالي اسم دنو ملو ولن تجد عبد طعام الإيمان أنت باريا يا إيمان انتفتنا أياغن يمان وإن كسرت صلاته وصومه صلاته ببزا صومون ببزا يإيمان انتفتنا آياغن حتى يكون كذلك اندزيس قال هو ندرس وقد صارت عامة مؤخات الناس على أمر الدنيا زاري يمنا يوسوش مواددوت فمن دنو بالدنيا قدين وذلك لا يجد على أهله شيئا إيه وتقطعت الأسباب بدنيا لا يتمسرت وديتا بدنيا لا يتمسرت فكر يتبارك زراق النبي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة أين المتحابين لجلال يذلهم الله يوم لا ذل إلا ذله الله سبحانه وتعالى عرش تراسل المياس كم داتشو لا يلبتك با بوليتيكا با بانديرا بقوان قوائد الذين تحابوا في الله لجلاله وعظمته لا الله بلو يتودد إن كان عربا أو عجما أو أي أين المتحابين لجلاله يتال الله سبحانه وتعالى رحمن تلاس اللي أسكمتاته يا معشر سلزي وراجي دين الإسلام سيبردهم متلبسو سيموكم متاولكو جاكيت دين الإسلام حيمانوتنو سيكفاهم سدهيم سابتو سنورهم ستدستهم ستكفان سلم الناس سلم الناس دمو تمار وك كتكك لن يسو أمة السياسة كان ليس ييني بوليتكا سويش تواجه أي تقوم الله سبحانه وتعالى من رطل للسلم النايمان السلم النايمان تدمو عند سو لا إله إلا الله بلو سيقبا من نياكو موقع لا معبود بحق إلا الله بحق بأونات من ملك أملاك الله كسول لا قبر ما ننجر قبر ما ربي ربي أتشي قبر مو هنجر سير يلم عامل كوتل الله بتشامي قباسي عند سو وكنا ننكسر كما تبقى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون
إلا ليعبدوني إني اللي أملكه نبلا يسوم لج أغان أنتم يتفتروا على ما وقبوا عندنا عبادة أنت باريانك. سبحان الذي أسرى بعبدي شرف الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بالعبد. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا شرف الله سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم بالعبد. تشكو باريا يمتلو نقر عندك ألال نقر أتقيني الله نيما سكروا لنبي عليه السلام أشرف الخلق أنصح الخلق مصطفى يتمرط نبي عليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله كبرنا يا الله باريا مهم نقر قن يبوليتكا باريا كونك يقوانكوا باريا كونك يقنزب باريا كونك تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرحم تعيس عبد الخميسة تعيس وانتكس هلك خلاص. لا تكن عبد سياس، لا تكن عبد مال دينار خميس عبدون يقوس بارياتون. كن عبد الله حقيقي، كن عبد الله سبحانه وتعالى الذي لا يضيعك. اي تلهم بي لدقيقة سلزي سلمنا ايمانوت لتكور ابتي ميقبا سلمنا ايمانوت لتافر ابتا يقبا بنبي سنة تواب اللبابة ساتشو وانقا قراتشو سنم اقباراتشو ينبي عليه الصلاة والسلام سنم اقبار تلابس سلمنا انا شاعر الاسلام بلاه لا يسوق بمتي ربت وتا سلمنا شاعر تلابس تزين بالاسلام لا تستحي اتفر بسلمنا كيف تستحي بالاسلام؟ كيف تستحي بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف تستحي بسنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ إن الدين عند الله الإسلام. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس. كيف انديتنا أنتم بالتافر وسلمنا؟ أنا مسلم، أنا مسلم، ما لا تعلم، لا تستحي اتفر بمولو كونفيدنس مسلم مهنا ما ساوك قلب كن ملكا يمكن اي مخلوقات مخلوق والتحت سلطة الله سبحانه وتعالى قال الله السلطان سرني عليه فلق مسبال السلطان بيه يفلق ملك بيه كن مسلم متمكن يعرف دينه دينه نوك كن سني كن سلفي لا تستحي انا سلفي انا سني انا سني انا سلفي انا تابع الرسول عليه الصلاه والسلام كيف تستحي بالاسلام كيف تستحي بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت مسلم وانت سن وانت على الحق حق لا يهونك انت افراد لا تستحي يا عبد الله لا تستحي يا اخي لا تستحي بدينك لا تستحي بحجابك يا أخته لا تستحي بالحجاب والعف بحجاب شات تفر بدين شات تفر مسلم نش دين نش سلفي نش قد فاستقم كما أمرت قد قد يقان قاي هزر بوليتيكان ورزاد أول ملكتي نو هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.